شكون اللي قال ما نسمع حاجه؟ بحاجه حالة الاهمال هي اللي تقول ما كاينش بيه حاجه. حالة الاهمال كانوا مشغول ما نهضروش. كانوا مشغول ما نحوسش عليه. بالبركه عليكم تدوه. بلوكيبي معناها عطونا بلان دو فيست تاعكم. مس راه من راه مس واش بيك؟ لا لا سيتي والله يلاه من 97 هذه حالة اهمال. هذه حالة اهمال. اهمال ايه ما نغطوش عليها. يترقع هذه هي سيتي والدي سبحان الله. انا عندي عام اللي جيت هنايا راني قداش الحاجه لقيتها خلينا نحكي الحاله هذه كي شوف كان مهمل كي جبنا المدير العام تاع الغابات باش نقترحوها كمدرسه جهويه اظهرتوا بديتوا تجيروا بديتوا تحرثوا بديتوا خدام سبحان الله العظيم دوك نغطوا على بعضنا يزي بركات او هذا ملك عام هذا واش بكم؟ العبيس معناها ما تحتاجوش هذه دير معايا التزام الا عندك عندك برنامج تاع الاستثمار قول لي عليه عندك تمويل قول لي عليه بصح باش نخلو ملك كيما هذا الله يبارك هذا يعني الخير هذا ابوندوني على الاقل نديرو مدرسه سيدي ما درنا حتى حاجه لولادنا نديرو ان سيام نديرو حاجه نديرو معهد نديرو مدرسه جهويه للغابات بصح باش نخلوها ابوندوني لا لا ايوا كي عندنا جايين ديتو تحرثوا اليوم جبتو تراكتور عندي الفيديو البارح ما كانش سبحان الله يزينا رانا في 2024 ما نغطوش على بعضنا ما فيها والو قال السيد الوالي رانا كيما انت ورثت انا ثاني ورثت ولازم نعالجوه بصح ماشي بالعاطفه ولازم نثمنوا الملك هذايا وهذا ملك عام وتتحاسبوا عليه عباك جزائيه تتحاسبوا عليه اهمال مؤدي الى ضياع اموال العموميه فوتوا في البينال سبحان الله انا على بليس كي جينا درك بان لكم زيان لكم درك زيان مديها انا لدارنا راح نقول انا اقترحناه ما تحتاجوش زائد عن الحاجه نجيبو في ديجا كي نجيبو واحد الغابه باش نحاول تابع لكم ها ولادنا يقرا في العادي يقرا في تحت الغابات يا لور مكسب الولايه جاب لي تراكتور تاع ندير لي بلاكه ودير لا نعلو بليس الله يرحم الله